هرمون التستوستيرون او هرمون الذكور. طيب الاول هنتكلم على موضوع هرمون التستوستيرون، كل الجوانب الخاصه بيه في الفيديو ده ان شاء الله هشرح كل حاجه متعلقه بيه، لكن قبليها نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده والمعلومات اللي فيه والحاجه العلميه المتواضعه اللي بقدمها ليكم اتمنى يكون ثوابها لوجه الله ثم لامي وعلى روح امي الله يرحمها، ويكون في ميزان حسنات ان شاء الله. طيب ان شاء الله باذن الله نبدا الفيديو عن هرمون التستوستيرون. ايه هو هرمون الذكوره او هرمون التستوستيرون؟ هرمون الذكوره ده هرمون مسؤول عن ظهور الصفات الذكوريه في جسم الرجل. بيبدا افراز هرمون التستوستيرون من سن المراهقه مع التغير الهرموني، او الهرمون كونديشن في حاله المراهقه بتتغير تماما، بتبدا تظهر او يزداد افراز او بيتم اكمال الغدد، نمو الغدد في الجسم عشان تفرز هرمونات الجسم بشكل عام، من ضمنها هرمون الذكوره اللي هو في الفيديو النهارده او هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون مسؤول عن ظهور الشعر بالنسبه للرجل، شعر الدقن، كثافه الشعر تحت الابط، العانه، الشعر في الجسم بشكل عام، زياده نسبه العضلات في الجسم، مسؤول عن خشونه الصوت، بعض التغيرات الجسميه اللي بتطرأ على الانسان بسبب الهرمون التستوستيرون واللي بتوضح الصفات الرجوليه اللي بتظهر للانسان. بيبدا الطول يزداد، الحجم بيكبر، دي في مرحله المراهقه. طيب ساعات في ناس بتاخد هرمونات من بره او هرمونات متطابقه بيولوجيا. الهرمونات المتطابقه بيولوجيا دي بتسبب، طبعا احنا زي ما قلنا هرمون التستوستيرون بيفرز في الاساس من الخصيه والغده الكظريه اللي موجوده فوق الكليه، وزائد ان الغده النخاميه بتلعب دور مهم في الكنترول او التحكم، الغده النخاميه الموجوده في المخ في افراز الهرمونات الذكوريه بالذات. طيب في ناس بتضطر تاخد هرمونات ذكوريه او تستوستيرون خارجي. طيب التستوستيرون الخارجي اسمه داي هيدرو او دي هيدرو تستوستيرون دي اتش تي، ده مسؤول عن نقص افراز هرمون التستوستيرون الطبيعي في جسم الانسان. ايه اللي بيحصل لما الهرمون او في جسم الانسان اللي هو التستوستيرون بيزيد بيقل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها تضخم في البروستاتا. تضخم في البروستاتا بيبقى، قصدي لو خدت انت الداي هيدرو تستوستيرون من بره بيحصل تضخم في البروستاتا. ناس فاكره ان التستوستيرون العادي هو اللي بيعمل تضخم، لا، الداي هيدرو تستوستيرون هو اللي بيعمل تضخم في البروستاتا. نقص هرمون التستوستيرون بيسبب مجموعه من الاعراض المهمه جدا جدا جدا، واللي ممكن تظهر عندك، ممكن تاخد بالك من عرض او اثنين او ثلاثه، ممكن ما تاخدش بالك منها. من ضمن الاعراض دي زياده هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين عند الذكر لما بيزيد بيسبب ان قله الصفات الذكوريه وزياده الصفات الايه؟ الانثويه. طيب قله الرغبه الجنسيه لدى الذكر، طبعا الرغبه الجنسيه عند الانسان بيتم التحكم فيها او شهوته عن طريق هرمون التستوستيرون، وهو ده اللي بيساعد على اكتمال العمليه الجنسيه للذكر. طيب خساره العضلات، طبعا زي ما قلنا ان التستوستيرون هو من ضمن الهرمونات البناءه المسؤوله عن تخليق البروتين وارساله للعضلات، فبتكبر، بالتالي لو الهرمون التستوستيرون نقص في الجسم هتخسر ايه؟ كميه العضلات بتاعتك. تقلص حجم الخصيتين. الخصيتين او هرمون التستوستيرون هو الهرمون المسؤول عن افراز الحيوانات المنويه، فلو قل هرمون التستوستيرون عن المعدل الطبيعي في الجسم او اخذته من بره ومصدره او السورس بتاعه وقف في الجسم بيقل حجم الخصيتين لان كميه الحيوانات المنويه بتقل. طيب صعوبه تشكل العضلات حتى للتمارين. بصوا يا جماعه، التستوستيرون زي ما قلت هو بيساهم في تخليق البروتين. طيب لما التستوستيرون بيزيد مرتبط معاه بمجموعه من الهرمونات البناءه الثانيه زيها زي الجي اتش، عشان كده انا لما هرمون التستوستيرون بيزيد في جسمي الجي اتش طبيعي بيزيد في جسمي، قل التستوستيرون قل الجي اتش في جسمي، حتى لو بتمرن العضلات بتاعتي مش تكبر بالمستوى المطلوب او الجسم المتكيف عليه. طيب نقص الكولاجين وزياده التسدي او التبزز او جانكوماستيا، دي بتبقى موجوده في الذكر لو هرمون التستوستيرون زاد. وطبعا قلت ان لما قل، قصدي لما هرمون التستوستيرون بيقل هرمون الاستروجين الانثوي بيزيد، فبيبدا يظهر بقى ايه؟ حاجات الانثى. ايه الاسباب اللي بتؤدي لنقص هرمون التستوستيرون؟ اولا طبعا في رتم الحياه اللي احنا عايشين فيها واستخدام الهرمونات الخارجيه في اطعام الحيوانات والخضروات والهندسه الوراثيه والحاجات دي كلها ادت ان اللحوم والالبان والخضروات والحاجات دي متشبعه بهرمونات خارجيه.
فلما بتاخدها بتقلل عندك نسبة التستوستيرون الطبيعي. عشان كده بننصح ناكل الناس كلها تاكل حاجات أورجانيك. طيب الكبد الدهنية أو الدهون اللي موجودة في الجسم بشكل عام، السمنة من ضمن أسباب نقص هرمون التستوستيرون، وهقول ليه. أولا نقص هرمون التستوستيرون، قصدي زيادة نسبة الدهون في الجسم بتنقص هرمون التستوستيرون، بالتدريج بيزيد هرمون الاستروجين. طبعا وفق ابحاث كتير اتعملت ان الناس اللي عندهم اوفر ويت او سمنه من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه كميه هرمون التستوستيرون عندها قليله جدا جدا جدا، لان الكبد الدهنيه عندهم الكبد عليها دهون وعندهم دهون في الجسم. يبقى قلنا السمنه من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى نقص هرمون التستوستيرون. طبعا في اسباب كتير قلت، الاكل اللي بره والحاجات الخارجيه، عدم ممارسه النشاط الرياضي، الخمول، الكسل، الاكل الغير صحي، الانهيلسي، الناس اللي ما بتمارسش دايت. طيب علاج نقص هرمون التستوستيرون، اولا في علاجات خارجيه. طبعا انا ممكن اخد تستوستيرون من بره لو انا فعلا عندي نقص تستوستيرون واضح وباين بعد التحاليل، باخد علاجات خارجيه فيه تستوستيرون بيتباع بره، لكن بيتم تحت اشراف طبيب، يتم تحت اشراف طبيب. المأكولات، المأكولات بشكل عام الخضروات الصليبيه زي الأرنبيط، الخس، الكرومب، الحاجات البروكلي. ليه الحاجات دي بالذات؟ لان هي فيها حاجه اسمها الزنك. الزنك ده معدن مسؤول عن تكوين التستوستيرون في الجسم، وشيء اساسي من مكونات التستوستيرون في الجسم. طيب تناول بروتين بشكل متوسط، ان انت تاكل كميه بروتين بشكل متوسط، ده مهم جدا جدا ان انت تزود عندك معدل التستوستيرون. تنام كويس، القدر الكافي من النوم بيساعد بشكل كبير على زياده افراز هرمون التستوستيرون. تقليل التوتر، التوتر لما بتتوتر هرمونات الجسم كلها بتتغير، بيزيد عندك الادرينالين، بيزيد هرمونات كتير، وبيقل عندك هرمون التستوستيرون. طيب التمارين عاليه الكثافه بوزن الجسم زي الضغط والعقله دي بتزود هرمون التستوستيرون. تمارين الديد ليفت بس بالتدريج عشان خاطر ما يحصلش اي اصابه او كده. الصيام المتقطع بيساعد بشكل كبير على افراز هرمون التستوستيرون. اتمنى الفيديو ده تكونوا مستفيدين منه ان شاء الله باذن الله، واتمنى كل الناس قبل ما تقفل الفيديو او ينتهي تعمل لي سبسكرايب، لا وعلامه السبسكرايب في جنب من جوانب الفيديو، وتعمل لايك، ولو عندك اي كومنت او اي استفسار تسيبه لي في الديسكريبشن. بالنسبه يا جماعه للعروض الخاصه ببرامج التغذيه والتدريب سواء تنشيف او زياده عضليه، هي انتهت حاليا. انا كنت عامل عرض في اول السنه وانتهى يوم 10 ومديته 10 ايام. مفيش عروض حاليا، العروض هتبقى ان شاء الله في شهر رمضان. دلوقتي في برامج الثلاث شهور بس، للاستفسار عن برامج الثلاث شهور هتلاقوا في الوصف عندي رقم الواتس او الجيميل تبعتولي عليه. وان شاء الله اتمنى اشوفكم بخير وسلام.